مرحبا أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بخير. جت كتير رسائل على موضوع التعديل في تركيا، لذلك رح أذكر تجربتي ونوه لبعض الملاحظات. إذا ما بتعرفني، أنا اسمي ماهر حسين من بغداد ومتخرج من جامعة حلب السورية. فخلينا نبلش مشوار التعديل. أول مرحلة هي تقديم الأوراق للتعليم العالي التركي، بعدين تقدم امتحان اسمه CTC سيفي تسبيت سنافل، بعدين تعمل تدريب عملي اللي هو الاستاجات بالمستشفى. هدول مراحل إجبارية، بس تخلصها يصير اسمك معدل شهادة الطب العام. تحب تشتغل كطبيب عام بمستشفى خاص، بمستوصف، في شيء اسمه إيشيري حكيم. إيشيري حكيم انه انت مثلا تشتغل كطبيب بمكان، بشركة، بمصنع الى اخره. اذا حبيت تختص تقدم امتحان اسمه توس، وحسب علامتك بتفاضل على اختصاص معين. فخلينا نبلش موضوع تقديم الاوراق للتعليم العالي التركي، هو بيسموه يوك، مختصر يعني يوكسيك اوريتم كرولو. تقدم اوراقك للتعليم العالي التركي. الاوراق اللي انطلبت مني بالاساس هي شهاده التخرج الجداريه الكرتون، وليس نسخه مصدقه عنها، وكشف الدرجات، كشف العلامات، الترانسكريبت. هدول تقدمها للتعليم العالي التركي اما بنفسك او عن طريق وكاله. انا بصراحه قدمت، عملت وكاله لمكتب اسمه الهاجر، والرجل اشتغل بي فيها، بعثت له النسخه الاصليه وكشف العلامات، بعد اسبوع رجع لي اياهم وكمل الملف بيمشي. انا بعثت له هاي في شيء البرد بتركي اسمه بيتاتي بارشل ثرومبوبلاستين تان، لا هذا انه مختصر لبوستا وتليغراف تشكيلاتي. المهم هذا البريد الرسمي، بعثت له اياه ورجع لي بعد اسبوع. اتبع المراحل الملفي وين صار، في شيء اسمه اي ديفلت، بتتبع مراحل وين صار ملفي. هاي الصورة أخذتها من موقع اسمه دينكليك دكتور. في دكتورة ندى هارون تكتب مقالات شرح الموضوع بشكل لطيف، إذا حبيتوا تشوفوه على الـ E-Devlet. شوف هذا هو موقع أو تطبيق، إما موقع على الإنترنت أو تطبيق على الموبايل. شوف تدخل تدخل رقم الكملك والباسورد، رقم الإقامة يعني، بالبحث تكتب دينكليك. شوف دينكليك باشبر وصول قلمة يكسك أوريتم باشكانلي، في بيعطيك مثلا شوف أنا شهادتي سورية جامعة حلب ليسانس، وين موصل لأي مرحلة. فأنت بتتبع المراحل وتشوف ملفك شو صار. أنا موضوع التعديل قدمت بالشهر الثالث تقريبا، بآخر السابع بالشهر الثامن مشيت مراحل التعديل. أوكي، بعتولي ورقة عن طريق البريد، إجتني ظرف اجاني للبيت من التعليم العالي، ذكر لي انه روح قدم السي تي سي والكلينيك براتيك، وذكر لي ان الكلينيك براتيك هو عباره عن مجموعه اسابيع الى اخره. هي اجتني بالشهر الثامن. بعدها صار موعد الامتحان، الامتحان ينعمل مرتين بالسنه، بالشهر الثالث تقريبا وبالشهر التاسع. التقويم بينزل بالشهر 12، يعني هلا نحن نزل التقويم. امتحان التعديل فيه بالشهر الثالث وبالشهر التاسع. تجي فترة 10 أيام تحجز من خلالها للامتحان. هذا اسمه OCMA، هذا تحسه مركز القياس والتقييم موجود بسوريا، إنه تحجز منه للامتحان التعديل. أوكي، وحدة وحدة. معناها أول شيء قدمت أوراقي وهو الملف صار يمشي لحاله. قدمتها بالشهر الثالث أنا والملف صار يمشي. أنت هون تروح تدرس لغة، تحضر لامتحان التعديل، أنت شو ما بدك. أوكي، صار موعد الامتحان، فتحت التسجيل، سجلت، رحت على هذا المركز. المركز هذا موجود بالمحافظات التركية، اما عن طريق انت تفتح الموقع بيدك، الموقع موجود على الانترنت، تعمل حساب او تروح على المركز. انا رحت على المركز، دفعت 10 ليرات، هو ياخذ لك صورة، يدخل المعلومات، يعطيك الشفرة وتروح تدفع. اجرة الامتحان كانت 225 ليرة تركية. هلا حاليا ما بعرف ايش راح تصير. هاي عم احكي على امتحان السي تي سي. اوكي، بعدها قبل الامتحان باسبوع تقريبا يجيك على تشوف على الموقع، يطلع اسمك وهون رقم الهويه، بيذكر لك المركز الامتحاني وين صاير، بانقره، السي تي سي بانقره. كلنا كنا نروح لانقره. اوكي، ذكر لك التاريخ، اي ساعه، الساعه 3 الاربع الظهر، المده 150 دقيقه. اوكي، بثانويات طبعا بصير يوم سبت، تمتحن بمدارس ثانوية، مدارس ثانوية عادية. اوكي،
طيب انا راح افصل لك بموضوع الامتحان. معناته هذا تقديم الاوراق، هذا عباره عن كان عن تقديم الاوراق. قلت لك انا بعثت للمكتب، هو ترجم لي اياهم، بعثت له الوكاله الدراسيه. حاليا الوكاله اما تروح تعرف لغه تركيه وتروح على الشيء اسمه نوتر كاتب العدل، بتقول لهم بدي اعمل وكاله لهذا الشخص. فاذا انت تعرف تركي خلاص يعملوا لك اياها، اذا ما بتعرف بقول لك جيب مترجم موجود بنفس البنايه وتعمل الوكاله وتبعتها. اوكي، تبعتها وتكون يقدم لك الاوراق وتمشي المراحل وبس. تقريبا كل الطلاب اللي بعرفهم اللي خريجين الجامعات الدول العربيه تمشي المراحل بدون تعقيد، ممكن تتاخر شوي. لذلك انا مشيت عندي من الشهر الثالث للثامن، في ناس تتاخر شوي 6 شهور 8 شهور سنه تقريبا، بس انت ما راح تستناها، بتكون انت ماشي بمشوارك وعم تحضر. طيب بالنسبه لموضوع الامتحان، انت لما تروح على الامتحان هو عباره عن كتلتين. الامتحان الاساسي اسمه توس. اوكي، التوس هو عباره عن جزئين. الجزء هو مواد اساسيه، تشريح تشريح مرضي، فيزيولوجيا، كيمياء حيويه، ادويه، والجزء السريري. انت الامتحان التعديل مطلوب منك الجزء السريري فقط، اللي احنا بنسميه CTC، الجزء السريري فقط، وبنفس الامتحان راح ينعمله بنفس اليوم. فانت بتفوت فقط على الجزء السريري ويكفيك النجاح فقط. اوكي، طيب، والنجاح هو من 35%، النجاح من 35. المواد السريريه داخليه، اطفال، جراحه نسائيه، وفي مواضيع مثل اذنيه، عينيه، طب شرعي، الى اخره، عباره عن 120 سؤال. وهي تقسيماتها تقريبا 42 داخليه، 30 اطفال، الجراحه وما شابهها 36، والنسائيه 12. مصادر التحضير شو هي؟ في كتب مشهوره اسمها توز داتا، 12 كتاب. انا بصراحه درست منهم خلال شهرين، بس الكتب مفصله زياده عن اللزوم. مثلا الداخليه ما اخذين من هاريسون، مفصلين كتير، حاطط لك تصانيف سريريه، موضوع الباثولوجي مفصل فيه زياده عن اللزوم. انا بصراحه بنصح لموضوع التعديل، اوكي انا درسته ونجحت، بس بعدين اكتشفت في مصدر افضل اسمه تومتوس. في مكتبات اسمها مكتبات التوس موجوده بتركيا، رحت على المكتبه وسالت، حتى موظفه المكتبه قالت لي هدول يعني هدول ما لك غنى عنهم، حبيت تاخذ شيء ثاني خذ هدول. ليش ما لك غنى عنهم؟ هدول اسئله الدورات، الدورات السابقه، ومشروحين صاروا لهم حوالي 30 سنه سابقه او 31، مشروحين ومناقشين ليش، وكثير هامين، يعني مثل كنا نسميها بنك الدورات. الاسئله مع الشرح كثير هامين، والصيغه لطيفه. اذا بتلاحظ شوف هذا السؤال يذكر لك الحل ويناقش، يذكر لك الاشياء الهامه، المعلومات اللي لازم تعرفها. بيقول لك انه مثلا هذا السؤال باشكا هوجه طرف اندان، انه من طرف دكتور اخر اجي بها الصيغه، هذا السؤال دورته مثلا 2014 ايلول، فيقول لك انه هذا هام جدا وليش. شوف مثلا لك هذا موضوع جريف ديزيز ما لقينا عنه، لا يشتغل عنه بموضوع التوس بامتحان التوس، عرفت علي؟ فانه انا دوما بنصح انت بالذات انه طلابنا اللي عم يجوا مشان موضوع التعديل، انت جاي اول فتره لسه متخرج، ما بنصحك تفتح موضوع التوس داتا، توم توس. هدول 5 كتب. انا نسائي ما درستها اصلا، في راح يصير عليك حوالي 4 كتب. اوكي؟ طيب، فهذا موضوع المصادر. حتى انك تحضر للامتحان كلغه حتى تعرف الفاعل والفعل وهيك، يفضل يكون مستواك على الاقل A2 آك يعني. اوكي، وانت لما تكون عم تدرس راح تقرا وتترجم، تقرا وتترجم، لانه انت لما تدرس مستواك حتى لو كان معك جابير C1 يعني ما راح تكون فيك باللغه الطبيعيه، راح تفهم الصياغه. طبعا كل ما كانت لغتك افضل احسن. انت عم تنصحني للتحضير لتركيا، انت داخل سوريا اهم شيء اللغه، اهم من اي شيء اخر. راح تدرس وتترجم، راح تشوف المصطلحات الطبيه التركيه بعضها عربي. اوكي، موضوع انه ادرار الى اخره مثل هيك شيء، موضوع انه في مصطلحات انجليزيه بس بنكهه تركيه، هايبرتانسيون بدل هايبرتنشن، هيبوناتريمي الى اخره بهالطريقه. فانا بنصحك بهذا الشيء، تمتوس من انك تقرا وتترجم. طبعا كل شيء حتى انت لما تدرس على مرجع بالانجليزي اول فتره حتطول معك الصفحه لبين ما تترجم هيك، بعدين بصير يعيدوا حالهم شوي شوي. ماشي، مع هذا موضوع التحضير. الوقت قلت لك ما حدا فيه يقدر الوقت قديش، وقت التحضير اللازم قديش، كل واحد له اساس قديش كانت معلوماته منيحه، قديش تعب على حاله، قديش مفضل الوقت اثناء التحضير.
الامتحان ذاك بيتم موضوع بالثانويات، هاي انقره اتاتورك انا اللي قدمت فيها. يوم الامتحان انت عم تمتحن على ورق اتمته مثل تبعاتنا بسوريا، هاي نفسها تماما، تظلل بقلم الرصاص. اوكي، يعني مو انه كمبيوتر او شيء. 120 سؤال خلال 150 دقيقة. طيب هون في عدة ملاحظات. انا انصحك اول شيء، هي 120 سؤال، اول 20-30 سؤال بتكون صعبة ودسمة. اوكي، فطفها وبلش من بعدين. ماشي، هاي اول فكرة. الفكرة الاخرى انه الاربع اسئلة، اذا حليت اربع اسئلة خطأ راح تاكل واحد صح، انه تنقص علامتك اذا حليت اربع خطأ. يكفيك للنجاح انت بالستاتيك كتعديل شهادة، يكفيك النجاح، يكفيك 42 سؤال صح وتترك الباقي، او تحل 58 سؤال، تحل كل الاسئلة، تحل 120 سؤال وتحل 58 سؤال صح والباقي كله خطأ. فشوف انت في عندك هامش منيح، فانا بنصحك انه ما تتردد، حل. يعني انت اذا تحل مثلا 50 سؤال مثلا، انت هون عم تخاطر. اوكي، فلا حل منيح، معلش حلو خاطر شوي افضل. وشفت انا اغلب تجارب النجاح عم يحلوا اسئله بحدود الثمانينات، حل مثلا 70-80 سؤال، هون انت فرصه نجاحك حتكون اكبر. اوكي، فقوي قلبك شوي، مو انه السؤال بتعرفون هاي، اذا كنت شاكك معلش اشلف شوي، كل ما حليت افضل انت عم تزيد فرصك. هاي هي الفكرة. الفكرة الأخرى هي موضوع صعوبة الامتحان، هل هو صعب؟ هي الفكرة مو قصة إنه صعوبة، إنه هو على شو عم يسألك. يعني هو في أسئلة سهلة مي، إنه بيقول لك والله مريض 50 سنة، تغوط مدمى ونقص وزن بعد إمساك، إنه وشو هو الإجراء الأولي، صورة صدر ولا تنظير كولونات، أو في أسئلة سهلة مي. بس في أسئلة مثل ما قلت لك إنه جاب لي والله سرطان ثدي عند الذكور، كيف يتعالج؟ إنه بيشرفك. يعني مو أسئلة معيارية، في أسئلة متلازمات نادرة، في متلازمات إنه أنا مقرأ أول مرة بسمع فيها، تحط على جوجل بيقول لك إنه والله extremely rare syndrome، في هيك شيء. أوكي، في ترك حتى مثلا حتى الأطباء الأخصائيين، سأل طبيب أطفال قال لي هي والله بحياتي ما شفت منها، ومثلا بتجي بتدوس هون 3 مرات، في هيك شيء. يعني هي الفكرة إنه مو إنه والله هو صعوبة هيك، إنه عم يسألك والله على أشياء مو كتير معيارية وشايعة. يعني إذا عم تقارنه باليو اس ام ال اي، اليو اس ام ال اي مثلا بيسألك على الشيء اللي كتير، شو هو أول شيء تعمله، شو هو الشيء الأساسي، تمام، على كتير شائع. وأنت لك ممكن أشياء مو كتير شائعة. في شيء موضوع المفتاح، بيحط لك 3 معلومات، 1-2-3، وبيقول لك إنه أي هي الأول والتاني صح، أو بس الواحد صح، أو التاني والتالت صح. في هيك أسئلة، تمام، او يحط لك 5 خيارات كلهم صح، بس بده شو هو الاقل احتمالا او الاكثر تواردا. في هيك اسئلة. ليك انا عم بنصحك انك تحل التمتوس اللي هو البنك ودوراته. اوكي، في اسئله بتكون مثلا جينيتكس على موريته او من جداول. قلت لك امتحانات التعديل بالعالم كلياته، سواء يو اس ام اي ولا بلاب ولا فحص وطني، مبدا هيك امتحانات انت بيكون عندك معلومات بس ما راح تروح فيها، بدك تحل أسئلة. مفتاح النجاح بهيك نوع من الامتحانات إنك تحل أسئلة قد ما فيك. أنا بحترم معلوماتك ومخزونك العلمي وكيف عم تتصرف فيه، بس هيك أسئلة نبهك على فخوخ عم تجي بهيك أسئلة حتى تنجح بهيك امتحان. أوكي، فهذا هو الشيء اللي بنصح فيه. أثناء جو الامتحان 150 دقيقة كافية نسبيا، وكل ما كان لغتك أفضل أنت رح تقرأ السؤال بشكل أسرع. هلا باليو اس ام اي لك عم تجي الأسئلة عدة أسطر، في مسائل سرية 7 أسطر صح؟ إذا أنت مقدم ستيب 1 وستيب 2، هدول لا بتجي أقصر، بس اللي الفكرة إنه أنت عم تفكر إنه هي هيك كانت ولا هيك، شو هي المتلازمة ولا لا، يعني هيك. ف 120 سؤال 150 دقيقة بيكفوا نسبياً، أنت تكفيك تمر على الكل وترجع تراجع كم سؤال. أوكي، فلذلك أنا دوما بنصح الشيء اللي بتعرفه ظلل وامشي، ظلل وامشي. يبقى كم شيء شاكك فيه ممكن تفكر فيه بعدين. النصيحة العامة انك تظل وتمشي. وحكينا على مستوى اللغة، وكنا انك عم تترجم وتحضر حالك. يعني تركيب الجملة شوي مختلف احيانا، تكون انت عارفان كل كلمة بالجملة بس ما بتعرف شو بده. يعني صياغة الجملة شوي صعب عليك تلاقيها احيانا لانك جديد على اللغة. وكتير اطباء عرب عم تنجح، اذا لا سمح الله ما نجحت بالشهر الثالث
فيك تقدم على الشهر التاسع معك محاولات لا نهائيه وتقدمه ما في مشكله لحد ما تنجح ان شاء الله، بس عدد الطلاب اللي عم تنجح كثير. اوكي؟ فما في مشكله، بس قلت لك انه تحضر بشكل جيد. فهذا كل ما في ببالي على الامتحان. في سؤال كثير اجاني هو موضوع الرواتب. انا خلصت التعديل بس لسه ما اختصيت. اوكي؟ حتى اعطيك معلومه انه انا عن تجربتي. بس اذا بتشوف في فيديو للدكتور عبد الكريم حاويده، ذاكر انه الموضوع هو عباره عن حوالي 2700 زائد 1800 بيطلع حوالي 4500 5500، والرجل ذاكر نص القانون والقرار. هذا لسه ما بعرف هلا على تدهور الليره وزياده الرواتب ممكن يزيد راتب الطبيب الاجنبي، لسه ما عندي فكره. واذا صار شيء وعرفته راح اذكر لكم اياها، وراح احط لكم رابط الفيديو اذا حبيتوا تشوفوه. الفيديو القادم ان شاء الله راح اذكر لك موضوع الاستعجالات، الجو داخل المشفى، التقديم، شو راح تواجه، المصطلحات، شو راح تتعلم الى اخره. ان شاء الله كان الفيديو مفيد. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد. سلام.